يا مرحبا يا هلا وسهلا، حياكم الله اللي تشوفونا على قناة روتانا خليجية. اليوم حلقة جديدة وفريش إن شاء الله من ساعة شباب، بنكون معاكم خلال هذه الساعة نستانس نسولف ناخذ نعطي ونشوف إيش مشروبكم المفضل. أهم حاجة في ساعة شباب نمسي عليكم بالخير، وأكيد ما تكمل حلقة إلا لما أمسي على زميلتي لمياء غالب. شكرا صراحة، أشكرك على التقديم الجميل هذا. مساء النور عليكم، مساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج ساعة شباب، اللي بيكون معاكم من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المتميزة والمتجددة. وأكيد أقول لكم ساعة كاملة راح نقضيها معاكم بكل حب. كيف الشتاء معاكي؟ الله المق والمخرم واللبس. خلاص دخلنا الشتاء لازم نستمتع. كل الناس يحبوا ملابس الشتاء عشان يلبسوا ملابس الشتاء، إلا أنا تطلعني يعني 10 كيلو بزيادة، ما أعرف ليش. كلنا إن شاء الله أعالج هذا الموضوع والكاميرا تزود 10 باوند فمصيبة. عموما احنا نتشارك مع بعض أجواء الشتاء، لكن ونتشارك مع بعض أشياء كثير جدا حلوة في حياتنا، لكن في حاجات في حياتنا ما نحب نشاركها بعض ونكون واقعيين، يعني في حاجات خطوط حمراء زي ما يقول. يعني هذا اللي انا الحالي ما مو شرط احد يعرف عنه، مو شرط اقوله لاحد، مو شرط الشيء اشاركه مع احد اخر، وتختلف الاشياء من شخص لثاني. في ناس تعتبرها شيء كثير، في ناس تعتبرها اشياء بسيطه. اكيد طبعا ترى دوافقك الراي بالذات لما تكون هذه الاشياء امور خاصه او معلومات سريه ما تحب انك تشارك فيها احد غيرك، وتحب انك تحتفظ بيها لنفسك عشان ما مو لازم اصلا انه كل شيء الناس يعرف عنك، تحب تكون غامض بعض الاحيان. وفي كمان تصرفات تحب انك انت تسويها لحالك بدون ما يشاركك احد فيها، وطقوس يوميه ممكن تكون تحب طبعاً تسويها مع نفسك بدون الناس وبعيد تماما وكل البعد عن الناس. بين قوسين يسموه المزاج العالي. بس احنا حنقول لكم ايش الاشياء وليش هذه الاشياء موجوده وكيف ممكن نحمي نفسنا من الناس المراقيف. اوكي، سؤالنا كان على هاشتاج ساعتها في تويتر، اذكر ثلاث اشياء ما تحب تشاركها مع احد. خلونا نروح نشوف ايش اللي ما تحبوا تشاركوه مع الناس. يلا نبدا مع جوجو، تقول عطوري سماعتي، البزر اللي يلعب ويضحك وما يبكي كثير، خلوه معي، ابعدوه عن المسدس هذا بس حقي انا. اوكي جوجو، في اشياء كثير اجواء غريبه جوجو عندها. دقنة تقول صح في الامور الشخصيه بس المشاركه حلوه في النهايه، ما فيها حاجه اذا استخدمت عطر اكلت لقمه من وجبه عادي، ابغى احد يفهمني فين المشكله. لا دقيقه، اكلت لقمه من وجبه هذه فيها معليش وقفه ومعليش فيها لقافة، هذه كمان ترى حدك يا دقيقة، لا هذه كمان فيها لقافة. الأكل ما حد يشاركه لو سمحتي. لا إذا بدوك شيرنج إز كيرنج، هذا كلام فاضي. عندنا أمل تقول زوجي أخواتي وأغراضي الشخصية. الله يخليكم البعض يا حياتك أمال. لطيفة أمال. عهد تقول الجوال طبعا تحته مليون خط أحمر، أشياء الخاصة بس هذه الأشياء اللي ما أحب أحد يشاركني فيها، وتحياتي لكم. أكيد تحياتنا لك يا عهد. هلا والله. منو بعد؟ ألاء تقول جوالي، ملابسي، مكياجي، تقريبا كل أغراضي الشخصية ما أحب أحد يشاركني فيها. مساكم جميل لولو وطراد ومساء الاستقلالية يا ألاء. مساك أجمل يا ألاء. ونروح لهمسة براء تقول مساء الورد ودهن العود والعنبر لأغلى ثنائي، الله عليك يا همسة براء. سلام. واحد إذا جيت أبلع يا ويلة أحد يجي يبلع معاي. اثنين سريري، ثلاثة أغراضي الشخصية. رقم واحد الطعام فعلا. أي شكرا لك يا براءة، واضح البراءة في إجابتك. نجين تقول الشاحن ثم الشاحن ثم الشاحن، أوضح من كذا ما فيش. واضحة واضحة وصريحة يا نجين. أكيد. ونروح لمريم تقول على حسب الشخص بس بشكل عام خصوصياتي أكيد أسراري، مشاريع اليومية، الأخ وملابسي، وبعض همومي. ومساء جميل على حضرتكم، والله لا يجيب الهموم يا مريم. آمين يا رب آمين، مع أنه أوقات نحتاج. شويقاه تقول شاحني، مكياجي، عطري. الله الله، ومساكم سعادة وفرح يا أجمل ثنائي، شكرا لك شويقا. سعادة شويقا. أمل صبيت حزيران إيش تقول؟ اطربيني يا أمل، أفكاري، أسراري، حزني، وكل ما يؤلمني، كل ما في الأمر أني لا أحب مشاركة خصوصيتي مع أحد ولا أهوى ذلك، لأنها ببساطة تحتوي على ياء التملك. سلام. الله عليك يا سلام على اللغز. اللغز اللغوي هذا يطرب يا جماعة الخير. شوفوا حاجات كثير والله، واشياء ممكن نستغرب منها، بس احنا نحترم كل احد حتى لو كان مجرد عطر، ما اعرف ايش الفكره، لكن شكله مدافعين دم قلبهم في العطر هذا، لكن لا في حاجات اعمق والله. لم اكيد طبعا، وانا اختصر مو ثلاث اشياء، انا اختصر في شيء واحد، الماضي. الماضي ماضي كل شخص فينا، ما اعتقد ان المفروض الواحد يشاركه اي احد من وجهه نظري. ليش؟ صحيح. لاننا مجتمع، يعني خلينا نكون واقعيين، اغلبنا وهذا واقع،
يعني يحكم على الآخر من ماضيه، وأوقات يدوروا على ماضي الشخص الإنسان هذا والإنسانة هذه عشان يحكموا عليه يعني من قبل ما حتى يعرفوا هذا. صحيح هذا طبعًا. هذا واقع نعيشه طبعا. ترى عموما في النهايه تختلف طبعا الامور والاشياء اللي تحب تشاركها مع احد غيرك بين الشباب او الشابات، يعني كل واحد وله اهتمامات واولويات ثانيه، وكمان تختلف باختلاف الصفات اللي ممكن تكون طبعًا عند طبعًا. الفتيات او الشباب اذا كان هذا الشخص عنده حب التملك او لا، تختلف هنا اختلاف كبير جدا. وانا باختصار يعني اقول الاشياء اللي ما احب اشاركها مع احد غيري كل ما هو ثمين بالنسبه لي، ما احب اشاركه مع احد غيري لانه شيء يخصني. وفي النهايه حلوه صفه حب التملك، بس ما تبي تسوي ثمين فلوس. لا ثمين لا طبعا، ثمين يعني يعني لي شيء خاص فيني، يعني لي مو ثمين فلوس. سمع طاحت، سمع طاحت. شكرا حطيها. شفتها. احنا نكمل مع نكمل الردود كم الردود مع غيداء. تقول سريري يا ويل ويله اللي ينام عليه، الله أكبر، في هنا وعيد شديد. وطبعا الأكل وقت جوع ما يحتاج مشاركة يعني، بس ما حد يقدر وقلب مكسور، لازم أكل من جميع أكل أكل من جميع الجهات عشان ما حد يشاركني. يا جماعة عندي حل لكم ترى مرة حلو بمناسبة الأكل. جيبوا زيادة لما تشتروا لنفسكم، جيبوا زيادة معاكم. والله لازم تسوي كذا خصوصا إذا كنت جيعان، جيب ليك وكثير زيادة معك عشان لا أحد ياكل معك لحالك. سلافة إيش تقول؟ مشاعر الحزن والضعف ما أفضل أشاركها أحد، مجموعة أكواب عندي ما أحب أي أحد يستخدمها. حلو يا سلافة، يا رب ما تتكسر من قلبي الدعوة. أيميد تقول لا، جوالي ملابسي أغراضي الشخصية بكل بساطة. حلو. لينا حاتم تقول الميك اب حقي خط أحمر، الكلام موجه لخواتي، اسمعوا ووعوا، فقد أعذر من أنذر. الله عليك يا لينا، الله الله يملي حظك يا رب في الدنيا. موزون عزيز تقول مساكم غير الأكل والملابس والأدوات الشخصية، ويسعد مساكم. أحلى ثنائي، هلا والله مزون. مساك مزون. سعادة صفاء مرات تقول باختصار شديد، 1 ماي فود، 2 ماي فون، و3 ماي واي فاي. الله أحذركم من دحين. الله جبتها بالإنجليزي عشان نفهم كويس. إيه. أحمد فاخرجي مساء الفل والياسمين ومساك كعسل وسكر. هلا. الثلاثة الأشياء اللي ما أحب أشاركها أو أحد يشاركني إياها هي في الأكل ومتعلقات الشخصية والحزن فقط. وتحياتي للثنائي الرائع. تحياتي حتى لك يا متميز. والله لا يجيب الحزن. آمين. مومو ايش تقول؟ زوجي وبعدين جوالي واخيرا شاحني، وتحياتي لفريق البرنامج الرائع، واكيد تحياتنا لك والله يخليكم لبعض. هلا والله يا مومو. ذكرى تقول جوالي مخدتي سرير بكبره، والله يضحك. اي والله. طب اخر ردود معانا من دينا طريقي تقول 1 ما احب اشارك احد حزني، 2 اذا حسيت بطاقه سلبيه ما اشاركها مع احد، 3 شخص احبه اكيد ما احب احد يشاركني فيه، ومساكم سعادة. وختامها مسك اكيد كانت مع دينا. لاحظتك تقولي الله لا يجيب الحزن كل شوية. اي يعني هم الناس ما يحبوا يشاركوا احزانهم مع احد، حلو انه الانسان اذا طب اذا الله لا يجيب الحزن ايش حيقولوا في الاجابة؟ الله ما احب يعني اشارك سعادتي احد؟ لازم يكون في حزن في الحياة ولا ما حنتعلم؟ لا بس نحن نتمنى تراد انه ما الله لا يجيب لهم الحزن. كيف بالله طاقة السلبية اللي بنشرها انت شايف كيف؟ يعني انت عندك طاقة سلبية، حلو انك ما تنشرها في المكان ابدا، يعني انت معصب مع نفسك. بالعكس بس لا تنشر طاقة جدا السلبية سعيد مع اللي حولك. انا بس اوضح طاقات السلبية عشان الناس، في ناس كثير زي كذا على فكرة تحب تنشر هذه الطاقات، خصوصا هم مبتسمين، تعرف انهم مره مقهورين من حاجات كثيره في حياتهم بس ما يبغوا يقولوها. حقيقي في اشياء كثير في 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 حياتنا، ولا بالاشاره يفهم، المفروض في اشياء كثير في حياتنا المفروض انه احنا يعني نتحفظ عليها، لانه من الضروري انه احنا نحافظ عليها عشان حفاظنا عليها يكون من حفاظنا على كياننا الداخلي. وفي حاجات ثانيه يعني نمشيها. لا صراحة تراد يعني أنا معاك ومو معاك، حلو المشاركة أحيانا، حلو أنك تشارك لحظات حياتك مع الأشخاص اللي حولك، يا شيء جميل. يا سبحان الله سبحان الله الاختلاف الاختلاف جميل يعني، بس هذا اللي بقوله. حلو. عموما مشاهدينا هذا كان سؤالنا على هاشتاج ساعة شباب في تويتر، أشكر جميع اللي غردوا معانا ونعتذر على اللي ما قدرنا أن نعرض ردودهم اليوم. استمروا بالتغريدات معانا وراح تشوفوا تغريداتكم على مدار الأسبوع في برنامج ساعة شباب. حنطلع فاصل قصير وحنرجع لكم بعد الفاصل، لا تروحوا بعيد. من
ومن جديد رجعنا لكم اكيد مشاهدينا في ساعه شباب، وتحديدا مع فقره تكنولوجيا وتواصل، واللي بنتعرف من خلالها على كل الجوانب المتعلقه بالتكنولوجيا وكمان اساليب التواصل اللي بيقدموها الشباب ويبرعوا فيها. تكنولوجيا وتواصل يعني مواقع التواصل الاجتماعي يعني يوتيوب، ومنصه اليوتيوب لميا وحبايبنا اللي بيشوفونا يعني كثير استغلوها خير استغلال، ونشروا من خلال هذه المنصة حاجات كثير يستفيدوا منها الشباب والبنات، سواء بأنهم يتعلموا منهم أو أنهم يشوفوا إيش المادة اللي بيقدموها. هذا اللي سواه ضيفنا اليوم اللي شرفنا معنا فادي جنبي، حياك الله في ساعة شباب. فادي اليوم كثير حيتعلموا منك كيف استخدمت اليوتيوب، فهمتك اليوم حنعرف كل التفاصيل إن شاء الله. أكيد طبعا. بداية فادي، أنت اخترت اليوتيوب عشان توصل أفكار معينة، اخترت أنك توضحها للناس من خلال منصة اليوتيوب تحديدا، فياريت تقول لنا البداية. والله في البداية كانت في عام 2007-2008، تعرف وقتها كانت المنتديات منتشرة كذا، وفي المنتديات طبعا تواقيع، فكيف عشان تسوي توقيع كان لازم تعرف تستخدم الفوتوشوب، فأنا في البداية ما كنت أعرف، فعشان اقدر اسوي التوقيع المتحرك اللي هو أيوة الصور المتحركه أيوة. والصوره التصوير الله لا يعيدها من ايام فصرت ابحث كيف اسوي، كيف الطريقه اني اسوي زي كذا توقيع، فدخلت في اليوتيوب. اياميها اليوتيوب ما كان فيه له محتوى عربي كبير متخصص، صحيح صحيح افتكر كان كله اجنبي أيوة. فكنت كل الشروحات والاشياء اللي الاقيها بالانجليزي، فحتى وقتها يعني كنت صغير حتى ما كنت اعرف انجليزي كثير، فكنت ايش اطبق نفس اللي اشوفه في الشاشه زي ما هو يسوي انا اسوي. بعدها بفترة على 2009 قررت انه الاشياء هذه اللي اخذتها اطبقها واشرحها للناس بالعربي، عشان ايش اللي يجي يبحث بالعربي يلقى محتوى، يلاقي شيء محتوى يلاقي الشرح بالعربي. حلو، كان جيد والله. يعني الفكرة هذه قعدت افكر فيها، لانه كثير مننا اي حاجة يورط فيها يدور بالانجليزي فعلا يحاول يعمل كوبي بيست من النسخة الانجليزية، لكن فكرة جيدة. طيب انت ركزت في بداية انطلاقتك على برنامج كمان الفوتوشوب، هذا الجديد بالذكر لازم نذكره، وما احكي لك انا كنت من عشاق الفوتوشوب زمان، وكنت زي كذا ادخل والاقي برضه ما الاقي محتوى عربي وادخل انجليزي واحاول اقلد، بس يعني ابى اعرف في ظل عدم وجود محتوى عربي، هل حققت مشاهدات عاليه او مشاهدات انت توقعت توصل لها في ذاك الوقت؟ والله هو في البدايه يعني مشاهدات ما كانت جدا عاليه، فكنت انزل في اليوتيوب وبعدين اخذ الفيديوهات نفسها احطها في المنتديات وكذا عشان اجيب مشاهدات، فالحمد لله وقتها الشروحات اللي كنت اقدمها ما كان في كثير منها في المجال، فكانت المشاهدات حتى لما تبحث عنها فتجيك من اوائل المشاهدات في هذيك الفتره. انا شفت بعض مشاهداتك ب 114,000 و116,000 شيء زي كذا ما شاء الله. حلو. كمان فادي في عام 2011 قررت انك تدخل مجال الالعاب وكمان تشرح طرق استخدامها وكمان الاخبار اللي بنشوفها في اليوتيوب، فحكيني ليش اخترت هذا المجال؟ والله هو الالعاب يعني من البدايه انا شخص يعني احب الالعاب زي كثير من الاشخاص، اكيد ماينكرافت والاشياء هذه. ايوه الاشياء اللي زي كذا. يا الله هذه كانت البدايه طبعا. فقررت اني يعني ما كنت مقرر اني ادخل هذا المجال، لكن المجال اختارك. المجال تقدر تقول اختارني عن طريق الصدفه، يعني انا كنت في 2011 تقريبا اعطيت لعبه لصاحبي يجربها. ايوه لعبه كانت ماينكرافت. ماينكرافت برضه أيوة. يلا دي جننت الكل اللعبه هذه. ايوه في البدايه حتى كانت بدايتها في 2011، فاعطيته اللعبه عشان يجربها واللعبه عجبته، بعدين جينا بعدها يعني جاي صار يسالني عن اللعبه واشياء كيف تسويها في اللعبه وكذا، فقلت له خلاص انا بحكم يعني اني قاعد اشرح في الفوتوشوب وكذا، فقلت له خليني اسوي لك مقاطع عشان تفهم يعني بشكل واضح وبسرعه، فسويت له تقريبا 3 مقاطع وكلها طبعا ما هي معروضه في القناه، كانت مخفيه كذا بس اللي اعطي له الرابط يشوفها. فسويت له تقريبا 3 مقاطع وفهم منها الحمد لله، بعدين انا لقيت انه ايش عجبني هذا المجال، وقتها كان 2011 كانت بدايه مجال الالعاب أيه. حتى بدايه تقريبا المحتوى العربي انه انتشر والبرامج الكبيره كلها كانت في 2011. فاعطيته بدات في هذا المجال، وبدات في البدايه انزل جيم بلايز بس يعني بدون تعلمهم كيف يختموا مثلا الالعاب أيه. يعني خليني اقول لك اول شيء بدات بالتواقيع الله لا يعودها أيه. وبعد كذا رحت على الفوتوشوب وهذه الى الان الناس تستخدمها، وايضا الى الالعاب وكيفيه تختيمها. بس بقول حاجه قبل ما نكمل مع بعض، بس حاجه جدا مهمه يا جماعه الخير. فادي لما اول شيء لميا غالب عامله ما شاء الله فكره مسابقه او برنامج على السناب اللي هو اكتشاف المواهب،
فما شاء الله عليها من لها فتره قاعده تحاول تكتشف المواهب، بس ابغاك تقولي لهم ايش صار بالضبط لميرا. لا حقيقي لما انا سويت هذه الفقره عندي في سناب شات فكنت حاطه رقم يتواصلوا معي الناس عليه ويرسلوا لي مواهبهم، وصراحه اللي انا جدا فخوره فيه اليوم لانه فادي مو هو اللي فكر يكلمني ابدا، لكن والده بدون ما يعرف فادي هو اللي تواصل معي وكان يبغى يدعمك بطريقه انه يوصل رسالتك وهدفك للناس عن طريقي، ولكن كان يبغى يسويها زي المفاجأة لفادي. وحقيقي يعني أنا جدا مبسوطة فادي إنك أنت اليوم موجود معانا، خصوصا إنه الدعم موجود من الأهل. لما يكون الدعم موجود من الأهل قديش أنت بتكون، خصوصا إذا كان الوالد فخور فيك وفخور بالمادة اللي بتقدمها وبيستفيدوا منها فئة كبيرة خصوصا من الشباب أو الشابات. فيعني هنيئا لك، وصراحة أنا يعني أوجه شكر لوالدك. والله أنا أوجه لك شكر وهنيئا لك. الفقرة اللي مسويتها في سناب شات كثير ناس تحتاجها، فيعطيك العافية، وأكيد دعم والدك كان مهم بالنسبة لك. أكيد والله، وقدمها مفاجأة لي، وأحب أشكره هنا على الهواء وأقول له شكرا على إحنا نشكره ونشكرك. أكيد نحن اللي نشكر الصراحة. طب فادي اللي بنعرف مين الفئة اللي بتتابع النشاط اللي بتقدمه على اليوتيوب، أنت بتركز على أي فئة تحديدا؟ والله شوف أنا بركز على فئة الشباب، لكن في إحصائيات باليوتيوب تطلع لك نسبة المشاهدين عندك. فأعلى نسبة تقريبا بنسبة 33% من اللي يشوف المحتوى عندي أعمارهم من بين 18 إلى 24 سنة. بعدها تيجي نسبة يعني ما كنت متوقع انه يتابع ذا المحتوى اللي هو الالعاب وكذا، اعمارهم بين 25 الى 34 سنة، هذه النسبة عالية ب 29%. الفئة الثالثة هي اللي يعني الناس يتوقع انهم اكثر شيء يتابعوا الالعاب، اعمارهم من بين 13 الى 17، هذه نسبه 19% بس من اللي يشوف القناه. ايوه بس الاقي اللي عمرهم 25 الى 30 مثلا، 34 قدام البلاي ستيشن يعني، بس كلهم من صغرهم يعني عندهم الشغف هذا. أيوة حق من الجيل مع الالعاب، الجيل اللي قبل. طيب هل عندك خطه يعني حاب تقدمها للناس خلال اليوتيوب، ولا لسه حتمشي على نفس النهج؟ دحين ماشي وتقريبا انا قاعد اتطور يعني شويه شويه، لانه ايش مجهود شخصي هو. فقاعد اقدم دحين اخر فتره كنت مركز على تخاتيم، وبنزل جيم بلايز وتحديات، تحديات في الالعاب كذا تكون مع اخوي وكذا، وان شاء الله في قريب حقدم لكم يعني استعراضات لاشياء تكون مختصه في مجال الجيمنج او للي يبدا في اليوتيوب يعني. حلو. حساعدهم في ادوات تكون ايش في متناول اليد وكيف يبداوا انطلاقتهم في اليوتيوب. حلو، طب اذا جينا نبى نعمل سيرش على اليوتيوب عشان ندخل على قناتك ونشوف الفيديوز اللي منزلت اللي منزلها، فايش نكتب في اليوتيوب؟ قناه الالعاب لو كتبتوا اكس فادي على طول حتجيكم. بالعربي؟ بالانجليزي. بالانجليزي اكس فادي. اكس فادي. اف اي دي اي دي اي اي دي اي. حلو. بالنسبة لقناة الفوتوشوب هي دحين انا صرت انزل فيها شروحات للبرامج كيف تحمل يعني، مو بس فوتوشوب. كل واحدة لها قناة. ايوه معينة. عشان ما ينفع. طب ما تفكر تشارك احد الشركات الكبيرة مثلا انك والله في فترة من الفترات قدمت لي كم شركة عرض قبل سنة او اكثر، بس وقتها انا اصلا ما كنت ملتزم اني انزل لانه ما كنت اقدر ارفع بشكل يعني مستمر، فكنت انقطع شهر شهرين بعدين ارجع انزل، فعشان كذا ما اخذت هذه الخطوه. بس في الزمن اللي احنا فيه اي احد يقدر يسوي قناته لحاله من غير ما يتشارك مع شركه. كل شيء هذه من الاشياء اللي نحب ما نشارك فيها احد معانا، هي تكون لنفسنا. بس اكيد فادي جنبي يسعدنا بوجودك اليوم معانا، ونتمنى لك اكيد التوفيق في هذا المجال. شكرا لك يا فادي، حقيقي سعيدين بوجودك. وشباب كثير وبنات اللي يحبوا التكنولوجيا ممكن بشكل كبير الان يفكروا انهم يرجعوا ياخذوا، خلينا اقول لكم يعني خطوه جديده في انهم يعلموا اللي حولهم، لو باشياء بسيطه، لو بمقاطع انستغرام الى ان تصبح يوتيوب وهكذا. بعد الفاصل في اخبار وسوالف وكل جديد وكل غريب معانا في ساعه شباب، ابدا لا تغير المحطه، راجعين شويه. يعطيك العافيه. يا هلا فيكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار منوعات اللي بقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. جاهزة؟ جاهزة. طيب فأول خبر معنا وعلى السريع حيكون تقرير حنشوفه مع بعض، لكن كان موضوعنا جدا مهم ولابد أن نسلط الضوء عليه، وهو أنه نظمت مؤسسة محمد بن سلمان مسك الخيرية مسابقة هاكاثون مسك 2016، واللي بدورها تعد الأولى من نوعها لمبرمجي أنظمة الحاسب والتطبيقات الإلكترونية، واللي بتهم شريحة كبيرة من الشباب والبنات. يقوم من خلالها شباب وشابات مبدعون في العمل على مدى يومين متواصلين عشان يخرجوا بابتكار تقني يساهم في
تحسين الخدمات الطبية والرعاية أيضا الصحية على المستوى العالمي. أكيد طبعا تراد، والجدير بالذكر أنه مؤسسة مسك الخيرية تركز في أنشطتها على ثلاث مجالات، منها التعليم وكمان الثقافة والإعلام، وتعمل على إطلاق المبادرات اللي من شأنها إنتاج عقول مفكرة وواعية وقادرة على إدارة وبناء مؤسسات المجتمع وركائزه الأساسية. زميلنا نايف الركف نوجه له تحية ونقول له يعطيه العافية على هذا التقرير لهذه المسابقة. نشوف سوا، نتابع ونرجع لكم من جديد. شهدت العاصمة السعودية حدثا عالميا علميا وهو الأول من نوعه تحت عنوان تحدي هاكاثون مسك 2016 بتنظيم من مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز مسك الخيرية. هذا الحدث العلمي هو تحدي لـ400 شاب وشابة، نصفهم من السعودية، من مبرمجي أنظمة الحاسب والتطبيقات الإلكترونية من حول العالم. اجتمعوا في كل من العاصمة السعودية والبريطانية، يربطهم بث مباشر عبر الأقمار الصناعية. منحوا 48 ساعة فقط للتنافس والخروج بابتكار تقني يساهم في تحسين الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على المستوى العالمي. رأيت أفكار تساعد على يعني حفاظ على حياة الناس، أفكار إذا الناس في خطر يستطيعوا بسهولة يحصلوا طبيب قريب. هيك أفكار جدا جميلة، أفكار ممكن تكون لها دور ليس في المملكة فقط، على مستوى العالم تكون لها فائدة كبيرة. أنا حقيقة مقدر دور مؤسسة مسك الخيرية على هذا اللقاء الجميل اللي بالتأكيد سيكون كله آثار إيجابية لنا في وزارة الصحة وربما على مستوى العالم. طبعا بشكل اعتيادي في الهاكاثونز أنت أول شيء تقيم الفريق، روح العمل، طريقة إلقائهم، طريقة التزامهم وإصرارهم في المشروع. فأول شيء يكون في تقييم لفريق العمل. شيء ثاني تقييم للفكرة، هل الفكرة بإمكاننا نحولها من فكرة إلى نموذج أعمال إلى بزنس؟ وآخرا وليس أخيرا هو موضوع الاستمرارية وموضوع الاستدامة في المشروع. فهذه هي الثلاثة محاور اللي أشوفها. إحنا يعني كبلد مع الفيجن 2030 عندنا طموح جدا عالية، والشباب بيشكلوا أكثر من 70% من البوبوليشن اللي عندنا في السعودية. فأنا أؤمن أنه إذا نبغى نحقق الرؤية نحتاج نمكن الشباب. واليوم كان في عندنا يعني شفنا شباب جدا مبدعين رائعين نفتخر فيهم، والمفروض نحتويهم أنهم يكونوا ونمكنهم يكونوا جزء من تحقيق الرؤية. الفكرة أنه في جاب بين المتبرعين بالدم وبين بنوك الدم وبين المحتاجين، فإحنا نبغى نوجد طريقة أسهل لتوفيرها مع بعض، وطريقة أسهل للاستفادة من الدم الموجود في بنوك الدم قبل ما يخرب أو يكون إكسبايرد. فخلال 8 ساعات إحنا وجدنا الفكرة، صممنا البزنس موديل كامل واضح، شفنا فكرة التطبيق، وبدأنا خلال الساعة الماضية في تطبيق الابليكيشن فعليا. بدأنا نرسم الصفحات، نرسم الابليكيشن، نبدأ نكتب كود في الابليكيشن. وتسعى مؤسسة مسك الخيرية من خلال هذه المسابقة الدولية والثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة التي تأتي بالتعاون مع مؤسسة الخبراء البريطانية إلى توظيف التقدم التقني وما يصاحبه من إبداعات شبابية في تطوير حلول تقنية في المجال الصحي ومواجهة ما يعتريه من تحديات على مستوى تقديم الخدمات الطبية وتحسين الصحة العامة، والمساهمة في إيجاد جيل جديد من أصحاب المشاريع المبتكرة في مجالات من شأنها خدمة ملايين البشر حول العالم. الابتكار الثقافي للمستقبل، كان هذا هو هاكاثون مسك لـ2016. بالتوفيق دائما للشباب والشابات. انتهينا من المرحلة التكنولوجية ولكن إلى خبر سريع حناخذه بهاشتاج أو بعنوان لهاشتاج شاركنا بلحظة، وهذا الهاشتاج اللي أطلقته الهيئة العامة للطيران المدني اللي بتطلق هذه المسابقة لتصوير المطارات. السالفة وما فيها أنه أطلقت هذه المسابقة هي العامة للطيران المدني ضمن أهداف الهيئة عشان يعززوا المسؤولية الاجتماعية ويدعموا المواهب في مجال التصوير الفوتوغرافي. كل المصورين الآن يستعدوا عشان يلتقطوا أفضل
الصور اللي يقدروا عليها. راح يكون في فريق متخصص عشان يرشح افضل 5 صور يتم عرضها في ملتقى الوان السعوديه. هذا الملتقى اللي راح يتم فيه الاختيار لاحد الفائزين عن طريق تصويت الزوار وايضا جناح الهيئه العامه للطيران عفوا المدني في الملتقى. في الملتقى شاركوا فيه هاشتاج المسابقة هاشتاج شاركنا بلحظة من أفضل الأماكن للمطار. طبعا هو حيكون التصوير من أي مكان في أعلى، حتى لو كنت في الطيارة مسافرين استغلوا الوضع وصوروا معرفة ممكن تفوزوا فيها. أكيد طبعا بالتوفيق للجميع، يعني هذه فرصة جميلة للناس يشاركوا فيها لحظات اللي هاشتاج شاركنا بأجمل لحظة، شاركنا بلحظة بلحظة شاركنا أندرسكور. يلا بالتوفيق بلحظة. عموما مشاهدينا خلونا نروح لخبرنا الثاني موجود معنا اليوم، وخبرنا عن شاب مراهق متهور ما أعرف إيش ممكن نطلق عليه اسم ثاني باللي سواه أمام قطار متحرك، واللي في الفترة الأخيرة صرنا نشوف كثير من الفيديوهات اللي بيتداولوها على مواقع التواصل الاجتماعي لشباب نقدر نوصفهم بالمتهورين اللي بيخاطروا بحياتهم عشان يوثقوا لحظات معينة ممكن تكون لأغراض ثانية، ممكن هم يبغوها لزيادة عدد فولورز أو عشان شهرة. الشهرة ممكن شهرة. أكيد عموما في أحد محطات مترو موسكو أقدم مراهق روسي على أداء خدعة يمكن أن تدفع بحياته ثمنا لهذه الخدعة، وطبعا حين قفز أمام قطار قادم من رصيف إلى آخر وطبعا مع حركة دوران كاملة بزاوية 360 درجة في الهواء الطلق، وطبعا اللي يطلق عليها باللغة العامية أكيد الشقلب اللي كلنا عارفينها. خلونا نروح نشوف الفيديو مع بعض وراح أوصف لكم بالتفصيل هذا الشاب إيش سوى بالضبط. هو طبعا كان جالس في بداية الفيديو فجأة قاعد يستنى القطار متى راح يجي، فجأة نف وسوى حركة الشقلبة لدرجة انه سائق القطار انصدم. شوف وجهه شوف كيف انصدم انه ايش قاعد بيسوي هذا الرجال. في النهاية طبعا يعني ربي ستر عليه وانكتب له عمر جديد، ولكن يعني ايش التصرفات اللي صرنا بنشوفها كثير بين الشباب طراد. العقل زينا صار. على الطاري في برنامج في فيلم اسمه نيرف الفيلم مره جيد بيحاكي نفس المشكله هذه عن مواقع التواصل الاجتماعي، كيف الشباب صار تفكيره اهوج وما عاد صار في عقلانيه في التفكير لمجرد يبغوا الشهره او زياده عدد الفولورز. هو تحديدا هو ابلكيشن بيدخلوه الشباب وبيدوهم عقوبات ممكن لازم يسووها. لا تحرق وكذا بس الفيلم حقيقي حلو بيوريك كيف تاثير التكنولوجيا على الشباب وقد ايش بيوصلوا حياتهم للخطر بسبب اشياء ممكن يسووها عشان زيادة شهرة. فعلا بعد ما تشوفوا الفيلم إن شاء الله يقولون إيش رأيكم، لكن حنكمل في أخبارنا التالية وثالث خبر أو عفوا رابع خبر معانا، وهو سمكة تهاجم سيدة رغم قطع رأسها وإفراغ أحشائها. معقول كل شيء معقول في هذا الزمن؟ وعلى فكرة تحليل هذا الموضوع علمي بحت. اللي صار في مشهد غريب للغاية عفوا، هاجمت سمكة سيدة في أثناء تنظيفها داخل حوض مطبخها، ظلت على ذلك الحال لعدة دقائق. بنشوف مع بعض الفيديو. رغم ما قطعت رأسها وفرغت أحشائها إلا قعدت تناقز، ما أدري إيش صار عليها. التفسير العلمي لهذا الأمر بسيط جدا، هو وجود ردة فعل عصبية تكون مختزنة داخل الجسم متواجدة داخل جذع السمكة الناقل للإشارات العصبية في صورة ترددات كهربائية، عشان كده صار في هذا التردد. سبحان الله، يستمر هذا الجزء في الحركة إلين ما تنفذ الطاقة الموجودة في. أنا لو مكانها ما بشرد بجري ما أعرف. هي مستمرة تمسكها مستمرة بالتقطيع. هو نفس السبب على فكرة اللي بيؤدي استمرار حركة ديل البرص بعد قطعه، وناس تقول لك لا هو الديل يتحرك لأنه يرجع للبرص نفسه. يعني أفلام غريبة، لكن هذا هو السبب. إشارات عصبية في صورة ترددات كهربائية. نعيش ونشوف. سبحان الله سبحان الله. نروح لخبرنا الأخير الموجود معانا اليوم فقرة الأخبار الروعة. طيب عندنا مشكلة دائما بنواجهها خصوصا إذا كانت في جوالاتنا ملفات صور فيديوهات أشياء خاصة، وجوالنا فجأة جينا نبغى نبيع هذا الجوال عشان نغيره، أو أشياء اضطرارية ممكن تجي علينا فنبغى نغير هذا الجوال أو نبيعه، فلازم نتأكد انه الجوال محذوفه منه كل الملفات اللي موجوده في هذا الجوال. يا الله كثير نطيح هذه المشكله. ايش نسوي؟ بتجينا كثير هذه المشكله، بس في النهايه ما نعرف كيف نحن نحذف كل الاشياء اللي ممكن تكون في هذا الجوال. اللي نصح خبير الماني
بضرورة إرجاع الأجهزة الجوالة إلى ضبط المصنع وإعدادات ضبط المصنع اللي بتكون موجودة في الجوال. وبعدها وكمان قال أسهل طريقة للقيام بذلك تتمثل في تشغيل الكاميرا وتسجيل مقطع فيديو إلى أن تصبح الذاكرة الداخلية ممتلئة بالكامل. وقد يستغرق هذا الإجراء طبعا بعض الوقت في حالة الأجهزة المزودة بسعة ذاكرة كبيرة. وبعد انتهاء عملية تسجيل المقطع الفيديو الذي يشغل مساحة الذاكرة بالكامل انت راح كمان تحذف هذا المقطع اللي انت سجلته، وبعدها راح تشوف تفتح جوالك تشوف اذا في ملفات موجوده في ذا الجوال ولا لا، عشان كذا تتاكد انه كل الملفات الموجوده في جوالك. حتى اذا صاحب الجوالات او اذا وديت عند احد تبيعه وحاول انه يسترجع ملفاتك الموجوده في الجوال راح يسترجع اخر مقطع فيديو اللي انت شغلت الذاكره كلها في هذا المقطع. أوكي. راح يقدر يسترجع الملفات القديمه. يعني قصدك بعد ما امسح اصور اي فيديو عشان الفيديو هذا اللي صورته بعد المسح يعمل بلوك على اي شيء قديم. ايوه بالضبط. حلو كذا الان الصور. بتصدقي انا اصلا ما ابيع، تصدقي اصلا جوالي ما ينباع بعد. هو الافضل اصلا جوالي بيكون يعني خرده عباره عن يتفشفش يعني منتهي صلاحيه كثير عليه كمان. يعني هو الافضل اكيد تراد انه ما تبيعوا جوالاتكم، خلوها معاكم حتى لو تغيروا خلوا الجوالات معاكم. بس المصيبه اذا ضاع من البيت او انسرق هذا الجوال فتحتاج حتى لو بتغير انك تحذف كل الملفات. على طاري سؤال اليوم، هذه من الحاجات اللي ما احب اشاركها احد حتى لو بالبيع. عموما احنا حنكمل مع بعض في ساعه شباب، اخر فقراتنا ممتعه جدا، حنستمتع واذانينا حتنضف كثير في الفقره الجايه. خلوكم معنا بنستانس. من جديد في ساعة شباب، وقلنا لكم إن شاء الله راح نستانس اليوم في هذه الفقرة بأجمل الأمور. أكيد لما تكون الفقرة مواهب فنية ما نقدر نتعداها. مو بس تراد أكيد مواهب فنية، كمان مواهب موسيقية، لأن ضيوفنا اليوم اختاروا الموسيقى تحديدا وكمان العزف على عدة آلات من الآلات، تعتبر من الآلات المتميزة في عالم الموسيقى. اسمحوا لي أرحب بضيوفنا الموجودين معانا اليوم، العازف متعب الحلاج وأكيد كمان مشاركة بالعزف فوزان حلواني. يا هلا فيكم معنا. حياكم الله معنا اليوم، شرفتونا منورين دائما. اشكركم على الاستضافة وإن شاء الله نقدم شيء إن شاء الله. الله يعطيك العافية إن شاء الله. بس بداية يعني متعب مواهب متعددة في العزف، تعزف ما شاء الله تبارك الله على أكثر من آلة، فنبغى نعرف إيش الآلات اللي بتتقن العزف عليها؟ يعني والله الحمد لله إنه المجتمع اللي أنا اللي أنت عايش موجود فيه موجود. نعم موسيقي يعني، فبدأت بالعود كأول آلة. يعني طبعا الواحد أول ما يتعلم تعلم العود يعني بحكم إنه إيش هو الآلة البارزة الأساسية. صحيح الآلة يعني الأساسية في مقدمة الفرقة يعني يعني بالذات عباد الجوهر، يعني لما كنت أشوفه كنت أكيد أتمنى أخطبوط الفن العربي كله. يعني خلينا نقول بداية العود، العود أول حاجة بداية. وبعدين نحن نعرف أن العود يعني عليه أساسات كثير حتى في المقامات، سهل أنك تدرس عليه وأنك أصعب آلة يعني. ممكن لو تعلمت العود خلاص حيكون مفتاح لك للآلات الأخرى. وإيش الآلات الثانية؟ الكمان والبيانو ما شاء الله، والبزق التركي. حلو. البزق اوكي البزق. طيب ممتاز. طب اعرف ليش يعني الكمان ممكن يعني الكمان انا اعشق الكمان الناي والقانون ايوه. الكمان مع انه يعني صوته رائع ولحاله كانه هو يغني، لكن قليل جدا اللي يعزف على الكمان، فليش ليش اخترت الكمان؟ ايش طبعا هنا في السعوديه قله العازفين لانه ما في معاهد موسيقيه طبعا. بس عشان ما في معاهد. نعم. طب ما شاء الله عليك قدرت الآلة انك انت انا قلت في الاول انه العود حيكون مفتاح لك للآلات الموسيقية. حلو يعني. اذا تعلمت العود راح تقدر تتعلم على العزف على اي آلة ثانية، والزمن والاشياء هذه والمقامات. لما تكون على العود خلاص الباقي تفهم فكرة الآلة، تتمرن تتعلم. حلو. طب ايش راح تعزف لنا متعب؟ نسمعكم سولو حب ايه. حب ايه؟ اغني ولا عنه؟ الله يرضى عليك الله يرضى عليك، عشان لا نخسر البرنامج ونخسر المتابعين. اوكي خلاص حسيت. Thank you.
الله ليش وقفت؟ يعني صراحة كذا ما لما تسمع الصوت حس انك نضفت يا انا ما ودي اسال ولا سؤال اليوم والله يعني على قد ما تقدر عزفنا والله يا انت ما ودي اسال والله ما شاء الله لا خلينا نريح شوية ونتعب انا ابغى اتعب ما عندي مشكلة معلش بس طب متعب كمان يعني كونت انت ما شاء الله ومجموعة من اصحابك جروب موسيقيين تحت مسمى 19 جروب فانا بنعرف ايش المواهب اللي جمعها هذا الجروب والله انا قلت لك في الاول انه انا محظوظ انه مجتمعي موسيقي يعني اروح الجامعه ما شاء الله اصحابي اذا ما هم سميعه فهم عازفين ما شاء الله يعني كلهم على حسب المستوى يعني ف الاخ فوزان يعني ما شاء الله عليه جمعنا في جماعه حلوه واتفقنا يعني انه ليش كل واحد يعني يمشي في خطه لحاله حتكون المهمه صعبه عليه صحيح فلما نجتمع يعني ما شاء الله عندنا موزع وعندنا عازفين يعني اذا ما هم مستوى فوزان ما شاء الله يعني اعلى منه وفيه كتاب وفي عازفين على آلات كثيرة يعني مع بجانب التعاون مع الشباب يعني اللي يعزفوا على آلات يعني زي ما تقول نادرة مثل الناي والأشياء هذه والله جزاك الله خير يا فوزان يعطيك العافية على الجمعة هذه الطيبة بس أسأل ليش 19 جروب؟ ليش المسمى هذا؟ صراحة المسمى هذا جاء لأن كنا في كافي وكان 19 لا كنا في كافي وكان رقم الجلسة 19 فكان كنت طالع ما شاء الله تبارك الله يعني اللي موزع واللي خلاص يعني فولدت الفكره كانت مزحه في البدايه فصارت لنا مقر لنا ادوات يعني موجوده معدات حلو متى ذكرت لي ان انتم كمان انت عندكم موزع في نفس الجروب 19 او 19 جروب في موزع وعندكم ايضا استوديو ايش الاعمال اللي قدمتوها خلال اجتماعكم والله لحد الان يعني جالسين نجهز كذا عمل بحيث انه يكون بس لسه ما انتجتوا حاجه كامله للان شغالين يعني طرحناها لسه ما طرحنا شيء فيه عمل للمنتخب يعني ان شاء الله اذا وفق الله وتاهل يعني لكاس العالم حيكون انطلاقه لنا احنا مجهزين وليش من بدري ايوه قاعدين تطبخون ان شاء الله هو جاهز يعني ككلام ونص وكتوزيع لكن يبغى له تنفيذ وتعرف الوقت مهم في الاغاني اللي زي كذا يعني والعزف مهم والعزف اهم تفضل لو سمحت خلاص يعني يلا حنسمعكم صولو لطلال مداح سلام اللي هو صدق ولا احلفتك الله يرحمه سلمت شكرا لك ايضا فوزان على الموسيقى يعني مشاركه جميله جدا وكمان متعب يعني غير الجروب اللي انتم عاملينه ما شاء الله واللي يشمل عدد من الموسيقيين في شعراء ايضا قدموا لكم بعض النصوص عشان تلحنوها وتقدموها فنبى نعرف يعني تعطينا فكره عن اكثر عن هذا الامر وكيف تجت فكره التلحين صراحه قدموها مو للجروب لي انا كملحن فمنهم الشاعر عبد اللطيف آل الشيخ وجه له تحية والإعلامي القطري فواز المزهر يعني أعطوني نصوص بحيث إني ألحنها وكذا فتوفقت يعني إني أقدم الحان إن شاء الله إذا طرحت تسمعوها تكون إن شاء الله يعني طيبة بإذن الله حلو فيعني الآن إحنا شغالين يعني مثلا في قصائد بعض الشباب يعني يكتب كتابات جميلة حلو بس عشان اسمه مو معروف أو كذا فما يكون عنده يعني الجرأة انه يطلع نصوص حلو احنا يعني نشوف الشباب اللي مثل كذا قدموا لي نصوص كثير يعني فنحتفظ فيها يعني اذا لحنا الى وقتها المناسب يعني نعم يعني اذا جاء فنان ممكن يسمع
او احد الاصوات الشابه يعني انت عندك تعطوا فرصه حتى لو بتجمعوا مثلا هذه المواهب بتعطوا فرصه مستقبليه قدام. انا عندي سؤال بيدور في بالي دائما، المجموعات الموسيقيه متعب يعني، حلو انك قلت لي احنا جروب 19 نقعد مع بعض دائما واجتمعنا عشان اول طاقه، حلو الاحساس هذا، لكن متى بتلحقوا تجتمعوا فوزان؟ متى بتلحقوا تجتمعوا؟ يعني ما هي مساله بسيطه، كل واحد عنده اشغال، كل واحد عنده امور، فالانجاز هذا كيف بيصير؟ اذا في اداره حتنجز يعني، احنا مسكين اداره كل ويكند مثلا عندكم. ايوه للاستاذ شاهد وجه له تحيه يعني، فهو اللي ماسك التنسيق، ومثلا انا الحن خلاص اسلمه للموزع. حلو. خلاص انا كذا تنتهي مهمتي لما يعني يوزع يشوف التصوير مبدا يبدا يسمع. ممتاز. فما يحتاج انه مثلا نتواجد في نفس اللحظه في نفس الوقت، لان احنا كل واحد يعني ماسك دور. جميل حقيقي يعني متعب، نحن مستمتعين جدا بعزف الكمان بس مضطرين نختم، خلص وقت البرنامج خلاص حقيقي متعب الحلات. شكرا لحضورك معنا اليوم، نتمنى لك التوفيق وامتعتنا ونظفت اذانينا، واكيد العازف فوزان حلواني شرفتنا اليوم. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. احنا حنختم اكيد مقطوعه من العود، سامحني مقطوع من العود، اكيد لازم ختامها مسك، ونتمنى لكم التوفيق دائما وابدا. مشاهدينا احنا وصلنا لنهايه حلقتنا، عندنا ايميل البرنامج وهاشتاج ساعه شباب دائما بيكون موجودين عشان نسمع ارائكم افكاركم اقتراحاتكم، كل حابين تشاركونا في ساعه شباب. واكيد في ختام كل حلقه اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، راح نلقاكم بكره في نفس الوقت من الساعه 4 للساعه 5 على شاشه روتانا خليجية، وبكذا اقول لكم فامان الله معكم. انا لمياء غالب وانا كنت معكم طلعت سن، اقول لكم فامان الله، كونوا بخير، مع السلامة، تفضل. هذا لحن من الأعمال اللي أنا عامله. إلى هنا يا صبر حبي، لا توردني هلاك، خلاص يا صبري أنا وصلت آخر مرحلة، أنا عاشقك يوم العشق في وسط صدري احتواك، حبك تراوى في لقلبي ليت قلبي يخذله، كنت اتمنى بس لحظة حب اتنفس هواك، متشابكه يدي بيدك وهذا ما احتاج له، حتى وصارت لهفتي تبكي عليك وهي معك، يا قربها منك ولكن قربها ما علمك، ان الثرى اتخيله تمشي وهو يجمع خطاك.